في ظل انقسام شمل كل شيء وألقى بظلاله على كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة التعليمية، يخوض طلاب الشهادة الثانوية والأساسية في مختلف المحافظات امتحاناتهم النهائية. للعام الثاني على التوالي يقدم الطلاب على امتحانات بمواعيد وآليات مختلفة، انقسام كامل في العملية التعليمية أمام انهيار غير مسبوق لمؤسسات التعليم جراء الحرب الطويلة. فبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في عدن وغيرها من المحافظات المحررة بدء الامتحانات الأساسية والثانوية، كانت المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا قد أعلنت بدأها في وقت سابق، الأمر الذي يصفه طلاب بالمشكلة الكبرى التي سيكون لها تبعاتها المستقبلية في ظل وجود امتحانين وموعدين مختلفين. مأساة التعليم لم تتوقف فقط عند الانقسام الحاصل في العملية التعليمية، فالمدارس التي تم تدميرها في كثير من المحافظات كتعز مثلا مثلت أيضا صعوبة أخرى أمام عودة الطلاب لتحصيلهم العلمي، وهو الأمر ذاته الذي انعكس على مدى استعدادهم لخوض الامتحانات. تدهور البنية التعليمية وتدمير الكثير من المدارس لم يمثل الإشكالية الوحيدة التي يقف أمامها الطالب اليمني، فثمة مشاكل أخرى جرت نتيجة التلاعب في مضامين المنهج التعليمي، كما أكدت ذلك مصادر تربوية وكتب تم مصادرتها تحمل مضامين طائفية جرى إدخالها من قبل جماعة الحوثي وتحمل قيما مخالفة لما نشأ عليه الطلاب. تدشن الامتحانات النهائية إذن، ولكن في ظل ظروف بالغة القسوة، فإضافة إلى مقدار التحصيل العلمي والاستقرار النفسي غير الكاف، يبقى أمام الطلاب أيضا أن يكابدوا سوداوية مستقبلهم الذي صار على المحك.